صعوبة معارك نينوى أو تحرير نينوى كانت تتجلى وتظهر في أنه العدو، العصابات المجرمة استخدمت أهلنا كدروع بشرية، ولذلك كان علينا أن نعمل كما يعمل الطبيب الجراح اللي يرفع الكانسر السرطان من الجسم دون أن يؤذي الجسم. صعوبة بالغة جدا. يعني احنا بدينا قرى يعني نحرر بيها كنا يعني ما نستخدم أسلحة ثقيلة نهائيا. إذا ما احتجنا نستخدم الطائرات الحديثة ضربات معينة، وحتى نوع السلاح اللي يستخدم كان الغرض منه أنه ما يكون متشظي بقوة تدميرية كبيرة حتى نحافظ على أهلنا. أنا حقيقة مشيت إلى أن وصلت نهر دجلة، وبنهر دجلة أنا مات مالكت دموعي، وكان مشهد يمكن أكثر العراقيين شافوه، وخاصة أهلي في محافظة نينوى في ذلك الحين. جسرنا الجسر وكنا الله يشهد ما تغمض عيوننا دقيقة واحدة، لأن الجسر كان مهم جدا لعبور القطعات، وكان الدواعش يرسلون جذوع الأشجار وطرود من الفلين في سبيل تفجير الجسر. وكان جنودنا الأبطال مغاوير العمليات والفرقة 15 ليوث رابضة على ضفاف النهر في سبيل تدمير هذه الطرود قبل أن تصل إلى الجسر، ولله الحمد استطعنا. من الأشياء المهمة أيضا سيد الكريم أهلي، أنه أنا خاطبت أهلي في محافظة نينوى في القيارة في القرى، قلت لهم لا حد يطلع إلى مناطق النزوح، ابقوا مناطقكم، ابقوا قراكم. وطلبت من اهلي بالقياره في حينها انه من تتقدم القطاعات وتصل قريبه منهم عليهم ان يثورون على داعش، وهذا اللي صار بالقياره وبالحود ومناطق اخرى. والحمد لله كثير من اهلنا يعني خاصه بالقياره هم يسمعوني الان، بقوا في مدنهم عندما ما اقتربت القطاعات ثاروا على داعش. داعش معنويات تنهارت في ذلك الحين، والحمد لله حافظنا على أهلنا. مشينا يعني كثيرا، اتجهنا إلى الشمال باتجاه حمام العليل، وكان معنا الأبطال بالاتحادية، كان معي أخي فريق عبد الغني وأخي فريق لواء معا إن شاء الله يصير فريق، وأيضا كان طيران الجيش بإسنادنا. والحمد لله يعني أنا قدرت أحافظ تضحيات، يمكن الأخ يحيى يدري وعنده بالأرشيف، إحنا أقل التضحيات قدمناها وقدرنا أن ننجز معجزة في ذلك الحين، لأنه تقديرات كل المراقبين العسكريين كانت تقول أنه تحرير الموصل يحتاج إلى عدة سنوات.